تعد المرافق الصحية والمستشفيات مراكز إنسانية لا يمكن المساس بها في السلم أو في الحرب. هذا شيء متعارف عليه في جميع أنحاء العالم، عدا عند ميليشيا الحوثي وصالح التي عبث صبيانها بمكتسبات المدينة وبمقدرات بناها التحتية وبكل هوادة. المستشفى الجمهوري، ثاني أكبر صرح طبي حكومي في مدينة تعز. لم يخطر على بال أكثر المتشائمين أن يتوقف عن الخدمة تحت أي ظرف وزمن، فالمستشفيات والمراكز الصحية تحظى بأهمية كبيرة في القانون الدولي الإنساني. وبحسب اتفاقية جنيف الرابعة التي أقرت في عام 1949، يعد استهداف المستشفيات جريمة حرب، وتلتزم كافة الأطراف بتوفير حماية خاصة لها. لكن ذلك تهاوى حين قدمت ميليشيا الانقلاب وجعلت من المستشفى الجمهوري هدفا لا بد من السيطرة عليه. ما كناش متوقعين أي حاجة، يعني أنه مناطق دولية ممنوع ضرب المستشفيات، فجأة كذا شفنا حطام المستشفى اللي فوقنا، نحن نشتغل من قمريات زجاجات، والضرب من الدمغة، من الضرائب، من جحملية، كل موجه للمستشفى. تعز كانت بالنسبة لهم سواء كان جماد أو متحرك أو بني آدم، كان هو هدف للحوثيين، المهم أنه ينتمي إلى تعز، فكان تعز برمتها مستهدفة. يقع المستشفى في حي الجمهوري، أكبر الأحياء ازدحاماً للسكان في قلب المدينة. لذا استماتت الميليشيا في بادئ الأمر من أجل السيطرة عليه عسكرياً، لكن كل محاولاتها باءت بالفشل، لتذهب إثر ذلك إلى فرض طوق حصار على مداخله من مواقع تمركزها في حي العسكري والجحملية والمجلية وقلعة القاهرة، لخنق الحي والمستشفى وإيقافه عن تأدية مهامه الطبية والعلاجية، تمهيداً لخطوة تصعيدية قد تمكنها من السيطرة عليه لاحقاً. المستشفى الجمهوري يمثل الشريان الآخر في محافظة تعز من حيث استقبال مرضى، مرضى الفشل الكلوي، مرضى النساء والولادة، مرضى القلب، مرضى السكر، المرضى الجراحية، الأمراض الجراحية. حجر الزاوية في بداية الحرب هو كان المستشفى الوحيد الذي يستقبل حالات الجرحى، لأن السباكات كانت تدور في الجبهة الشرقية، وكان أقرب مستشفى لجبهات القتال هو المستشفى الجمهوري، فكانت تصل الحالات إلى المستشفى الجمهوري تبعا من الجبهة الشرقية، ومن ثم يتم إحالتها إلى الأماكن التخصصية. لما قد عندنا مثلا زي قسم العظام، لم يكن لدينا قسم العظام، فكان يتم إحالتهم إلى مستشفيات أخرى. توقفت أغلب أقسام المستشفى عن العمل جراء الحصار ومنع وصول الإمدادات الطبية إليه، ولم يتبقى سوى قسم الغسيل الكلوي الذي يقدم خدماته العلاجية لنحو 120 مريضاً في ظل أوضاع صعبة وانعدام المتطلبات الأساسية للتداوي. الميليشيات طبعاً كانت
محيطة بالمستشفى من جميع الجوانب إلا أنها لم تدخل المستشفى، لكن محيطة هنا من منطقة المؤتمر الشعبي العام، النقطة الرابع الشيباني هنا، يعني من جميع الاتجاهات. ما كان في معنا غير منفذ واحد هنا، منفذ المدينة. أكثر الحالات اللي كانت تصلنا هي الحالات الجرحى الحرب، المدنيين كانت تصلنا بحالات قليلة ما عدا مرضى الغسيل الكلوي اللي كانوا ما يقدروا يستغنوا عن الغسلات الكلوية، فكان نستقبل الحالة المدنية. لكن في بداية الحرب كان أكثر الحالات هي حالات الإصابات من أثر القذائف أو الإصابات الجبهات. والله كنا معانا، أنا ساكن ببير باشا، كنت أمشي على معبر الدحيل، كنت أطلع يوم الأول في العصر وأرقد هنا بالقسم وأغسل فترة ثانية، وأرقد هنا بالقسم 3 أيام لغسلة واحدة، أسافر سفر من بير باشا. كنا نمشي حتى بغدار، كان خوف، بس كانوا يعني صامدين بالقسم وغسلنا. أحيانا كنا نغسل ساعتين بسبب الديزل ما فيش الماء، وهم كانوا يشتغلوا من غير راتب. الديزل كنا أحيانا إحنا ندفع نجيب بياس، يعني كل واحد يجيب فرقه من الأمراض. أحيانا كنا نفرض على المرضى، مش فرض يعني، ناخذ منهم قيمه ماء قيمه ديزل عشان تستمر عمليه الغسيل الكلوي. المرضى عانوا معانا شديد، لا ديزل كان ولا ماء ولا كان في شيء، حصار كان الايام هذيك. والمريض كان له ذاك يغسل من ساعتين ساعه ونص، ما دقيش حتى حاجه للمريض. مرضى القلب، مرضى النساء والولاده، مرضى الباطنه، هذه الاقسام تم اغلاقها في بدايه الحرب لان المستشفى كان مستهدف. فصل آخر من المعاناة جراء تلك الأعمال الميليشياوية تمثلت في صعوبة وصول المرضى والكادر الطبي، مما اضطرهم إلى البحث عن سبل ملتوية مخاطرين بأنفسهم، لا سيما وأن المريض يلتمس الشفاء والطبيب ملتزم بشرف المهنة والأمانة الملقاة على عاتقه. احتياج المرضى هو الذي جعلنا نستمر في الاستمرار بالعمل، لأنه أخص بالذكر أنا أقول هنا، أنا أتكلم بما يخص مرضى الفشل الكلوي. لو إن إحنا وقفنا العمل ومشتغلناش بالمركز، يعني 120 مريض كانوا عرضة للوفاة، ومع ذلك حصلت وفاة نتيجة لعدة أسباب: انعدام المواد، انعدام الديزل، انعدام المي، المواد الغسيل الأساسية ما فيش، القذائف اللي تفجع المرضى ما يدخلوش، حصارهم بالأطراف وعدم دخولهم المدينة، برضو حصل وفاة. برغم الحصار، برغم الجوع، برغم هذا، لكن كنا ماشيين ولا كأنه في شيء. نخرج ندي دبانة من الجمهور إلى ما نوصل باب موسى، حسب ندي دبانة وارجع وقال صوالة على حسب ندي دبانة، أنا ولا مرافق ولا مريض ولا أي واحد. الطرق الرئيسية كان خطورة، موت محقق. كنا نمر عن طريق الأصغاط أو الحواري بين البيوت إحنا والمرضى، نهرب تهريب، لأنه أي واحد بيظهر للشارع على طول يقنص ويضرب. لم تتوقف جرائم ميليشيا الانقلاب عند حصار المستشفى ومحيطه، بل ذهبت إلى توسيع دائرة الحصار لتصل إلى الدحي الذي عرف بمعبر الدحي عندما استحدثته في منتصف عام 2015. منعت الإمدادات من الوصول إلى المستشفى وصادرت أنابيب الأكسجين والأدوية، بل وصلت لحد منع المرضى من الدخول والوصول إلى المستشفى رغم تفاقم حالتهم الصحية والمرضية. مريض يخرج من هنا من الغسيل يوصل نقطة الدحي أو معبر الدحي ويقتل هناك، يقتل بالنقطة لأنه يشتي يروح البلد حقه بعد غسيل. مرضى يشتي يدخلوا يغسلوا بنقطة الدحي، يمسكوه هناك واحد من الأفراد هذا، يقول له إيش بتروح؟ قال له بروح الجمهورية أغسل. قال له ليش ما أغسل لك هنا؟ يعني عقلية متخلية في لعبة، يغسل له بالشارع. كيف يغسل له؟ ما صابون، هذا مريض فشل كلوي، يقول له أنا جيب الأدوات وأنا أغسل لك هنا. واحد مكانه ساكن بالمفرق، مفرق شراب،
يدخل لهنا تأخر غسلة واحدة طلع الغسل أقول لك الغسلة هاقو تعب ومات على طول. اتصلتوا أنا في الليلة سائله كنت مشينا في الطريق قالوا قد مات. أيام الحصار والله كنا نمشيها طلبيات من الجمعيات من الفاعلين الخير من تجار ساعة يطلع من صبر طلب أكسجين أدوية محاليل من صبر يجيبوين عبر الجمال والحمير كان يجي ضيل طويلة جدا بس كنا نمشي حاجات كثيرة جدا انقذتنا كان برغم اني أزمة بنفس الوقت كان من راح معه أكسجين يروح يدينا أكسجين من الحبان بزون عليه بنفس الوقت وربك يخرج احنا ويدي أكسجين ودخل المستشفى كان أكثر من 360 دبة لما يتجاوز نجل 20 بزوين يملوين بزوين الحوثة ويلا مصادرة حق الدواعش مش حق المواطن حق الدواعش الدواعش مو عمل بيشر بيه فنتو إلا المواطن لينقذ روح لينقذ جريح لينقذ طفل لينقذ عجوز لينقذ شباب لينقذ أيا كان يوصل للمستشفى محتاج. ذهبت الميليشيا أبعد من ذلك حين قامت بتبني عمليات قصف شبه يومي على المستشفى طوال عامين متتاليين كانت بمثابة هاجس الخوف والقلق الأكبر لدى مرضى الغسيل الكلوي الذين عاشوا أغلب الأوقات تفاصيل مرعبة وقصصا مؤلمة حين كانت تنهال على رؤوسهم القذائف ناهيك عن تسببها بإحداث أضرار بالغة بالبنية التحتية للمستشفى ودمرت الكثير من أقسامه. ما فيش يوم يمر ثلاث أربع إلى خمس قذائف الهاونات والهوزر والدبابة تضرب هنا يعني معك هنا الدور الرابع لو تدخل هنا وتشوف هذا كل هذا مدمر. إذا بتأخذ مشاهد خارجية حول المستشفى كله مضروب تحت الغسيل هنا الكلوي مضروب مع الماطور الغسيل دمر علينا الخزانات التابعة للغسيل برضه ضربت خزانة المستشفى ضربت. أغلب القذائف كانت في منهن ار بي جي وفي منهن الهاون لكن بالنسبة للمعدلات والقنص هذا كان بشكل يومي ومستمر. أصعب الظروف صمدنا ولا زالت الكاتيوشا والهاونات لداخل المستشفى ونحن نتقنفز كأننا نسعل العب الأطفال الحقين جالي هذا قفز من طارود لطارود القناص يضرب لداخل الطارود والله ربك ساتر. من المواقف الذي لا أنسيها خالص وتأثرنا بكثير جدا 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 في يوم من الأيام كنا نشتغل بقسم الغسيل فوصلت قذيفة إلى باب الغسيل وفي واحدة اسمها نور الشرعبي بدأت تصرخ بدأت تبكي تشتي خوف ذعر خوف اشتي افصل يا ابني يا عصام يا مرضين انقذوني غذاء. قلت له ما تخافيش الان نخرجك الان هذا. الضربه الاولى الضربه الثانيه الضربه الثالثه افزعتنا جميل لان كان انفجار قوي هائل جدا. هذه المريضه خرجني مع اجهزه الدم لو صورتم تحت اذا في مشهد بروي لك ايش انا المواد اللي ذا ننتعد الدم مع المريض مع المواد اللي مركب الجسم حقه توصل الى باب الغسيل خطوتين تموت هناك. افتقعت من القذيفة ولما قامت من السرير كان بس قامت وشافت الدماء والماء كان من فوق التانك مخزوق مع الدماء وهم المرضى فصلوا لهذا وخرجوا وكان القسم ما مع دماء مع التوانك من فوق مخازيق اختزقوا وهي قامت شاف المنظر كذا وصياح وبنتها تصيح وزوجة صيح فلتت علينا سقطت جنب الباب ما قدرنا لا شو هي كان ولا بينا شيء يعني كان صحيح يعني خوف صدق خوف. عيادات القلب العيون تضررت قسم العيون دمر عادوا كان ما استلموش من المقاول وعادوا جديد مع الأجهزة مع دمر. ضرب الكاتيوشا كان فيه بشكل فظيع لدرجة الشظايا كانت توصل للحارة المجاورة للمستشفى وأما من فوق
جهة نقول مكاتب الشؤون المالية اللي كانت جهة السقف ضربت من الدمغة بهوزر ومدافع وبأشكال الأسلحة الثقيلة. سعيد حسن أقدم فني أشعة يعمل في المستشفى منذ ما يقارب 35 عاماً، كان أحد ضحايا القصف حيث أصيب بقذيفة أفقدته قدميه وأصابته بالعديد من الجروح التي كادت أن تودي بحياته. يوم جمعة في حالة إسعافية ضروري أعمل لك إشافة، إحنا نقول له لا تروح، شو يقول لا ضروري أعمل لك إشافة ضروري أعمل. نكلمه في خطورة، في خطورة صمم وخرج. قلت له يا جماعة عيب عليكم، طلعوا فوق العربية وحرام هذا، خذوا ميت يعني ما فيش حدا يواليني بالإسعاف. طلع طوالي قسم الكشافة، أشد خذ من البدروم يعني فتحة كذا، أشد خذ الجراحة، أجيت وصلت أنا والقذيفة، صعقتني الصاعقة المهم منه صحت يعني، انتبهت أنا تحت البابور تحت البابور قلمة. بعدين أنا صحت وأنا راقد، كان على اليمين، على اليمين راقد، إيش اللي يوديني راقد؟ شفت رجلي قدامي هذه الشمال، أما اليمين ما أناش داري، صحت صايح مع الأمم الأئمة، قالوا لي علم من برا، انقذونا من برا، دزوا قسم الطوارئ، حصبوا لي، قالوا اسمه روحوا الروضة. معني شلينه، ما كنتش متوقع انه بيعيش. يعني بعد الإفاقة قلت لهم تمام، اشوف رجلي ما ليش، قلت لا حول ولا قوة الا بالله، رجلي ما كانش موجودة، قلت بنخلونا، قلت هذا رضا الله. انا وانا بالأرجل حقي ما كانتش خلي مكان، يعني انا اروح يعني كل اروح مثلا اي مسجد جديد، اروح مسجد يعني كل مساجد يعني المساجد حق التعز كلها زرتها، يعني يصلي عشاء يصلي مغرب يصلي ظهر يصلي. اما ذا الحين انا قاعد في البيت، خلاص قاعد في البيت، محبط في البيت، ايش تمشي نخرج خلاص من داخل البيت، انا محبط داخل البيت يعني من 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 صباح الى بالليل، يعني ما فيش حاجه، وانا داخل البيت مش خارج. انا اشتي اخرج انطلق، اشتي انطلق تماما، مش جلس داخل البيت نهائيا. وضع كارثي على كل المستويات احدثته ميليشيا الانقلاب في المستشفى الجمهوري طوال فترة تواجدها في محيطه، ووضع كارثي أكبر عاشه بعد اندحارها، فهو لا يزال حتى اليوم من جهة غارقا بين ركام الحرب ومديونية التشغيل التي تقدر ب48 مليون ريال، ومن جهة أخرى بعيدا عن توجهات الحكومة الشرعية التي كان الأحرى بها إبرام العقود الطبية لمركز الملك سلمان والاستفادة من الإمكانات المتاحة لديه للنهوض به مجددا. مركز الملك سلمان لم نرى خيره منذ أن بدأ إلى الدعم إلى الجمهورية المالية بشكل عام. هو مركز الملك سلمان توجه إلى المرافق الصحية، فعمل عقود مع مستشفيات خاصة زي البريهي زي الصفا، بينما نحن عندنا كانت الإمكانيات أفضل من تلك المستشفيات. يعني لو قلنا نقارن قسم واحد فقط من الأقسام المستشفى الموجودة الآن بإمكانياته اللي تم الحفاظ عليها، يعني نحن الآن مثلا قسم الجراحة أقدر أقول لك أنه يعادل 2 مستشفيات، مستشفى الصفا ومستشفى الروضة ومستشفى البريهي. يعني الآن عندنا في قسم الجراحة حوالي 68 سرير، إذا جمعت المستشفيات الثلاثة هذه ما بتلاقيش 68 سرير. أضيف إلى ذلك أنه عندنا غرفة عمليات تعتبر أكبر غرفة عمليات في المحافظة، عندنا 4 صالات عمليات وعندنا 7 طاولات عمليات، يعني نستطيع أن ندخل 7 حالات في آن واحد. لكن المستشفى همش من قبل الكل، سواء كانت جهات رسمية أو جهات منظمات داعمة أو شركاء. وللعلم الكادر اللي يشتغل بالمستشفى هو اللي يشتغل بالمستشفيات الخاصة، هو الذي يقيم المستشفيات الخاصة، لكن الدعم والتوجيه لا ما نعرفش من المسؤول على الكلام هذا. وليش يستثنى المستشفيات الحكومية من مركز الملك سلمان والعقود اللي تبرمعه؟
لو قلنا نشوف حجم الدمار، يعني احنا الان كبنية تحتية من ناحية المباني حجم الدمار تقدير تقول الان نحتاج لنا من 150 الى 180 الف دولار حتى نستطيع اعادة بس بالنسبة للمباني. اضيف ذلك الاجهزة التي يعني توقفت عن العمل تحتاج الى صيانة، تحتاج لك حوالي 50 الى 60 الف دولار، وهذه كل امكانيات. اضف الى ذلك انه المستشفى الان خسران او المديونية الان على المستشفى حوالي 48 مليون اللي هي مستحقات لشركات كنا ناخذ منهم أدوية بالأقل، ومستحقات الكادر اللي عملوا مثلا أفراد الأمن اللي كانوا متواجدين ذلك الفترة، الطاقم الطبي اللي اشتغل ذلك الفترة يعني كمستحقات لهم لم نعطوهم حتى الآن من 2015، فتقدر تقريبا بحوالي 48 مليون. المستشفى بدون ميزانية تشغيلية، انقطاع الرواتب للفترة السابقة رواتب أثرت بشكل كبير على الكادر، ونزوح عدد كبير منهم لخارج المحافظة للبحث عن لقمة العيش. المستشفى يفتقر لأكثر الإمكانيات الحين، مي ديزل، إذا مرت الأقسام الحين شوف أغلبية الأقسام بدون مي. المستشفى بحاجة إلى منظمة أو مركز أو مؤسسة تقوم بتبني المستشفى، أو بوجود حكومة شرعية، إن وجدت حكومة شرعية تقوم بمدى المستشفى ويعطى ميزانية تشغيلية حتى يعود الكادر ويعود المستشفى إلى عهد السابق. المستشفى الجمهوري لم يكن الأول وليس هو الأخير، وتتبعنا لمسيرة الدمار والخراب الميليشياوي لم تتوقف بعد، وكل يوم تتكشف أمامنا حقائق جديدة وأحداث مرعبة.